في مقابلة للفنان الراحل الحارثي رحمة الله درشاه قال أنه في زمنهم نادرا ما يغني الفنان أغاني خاصة بفنان آخر لأنها كانت حاجة معيبة في ذلك الوقت. أما فنانين اليوم حتى وإن أصدروا أغاني خاصة بهم إلا أن لحنها تحس أنه شبه مألوف، لا ابتكار فيه ولا إبهار، قليلة جدا، ولهم في الغالب فقط يكررون الموجود. شوف الواحد منهم عندما يؤدي أغنية تراثية أو أغنية لفنان آخر يؤديها زي الببغان، يكرر نفس أداء من سبقوه، وعاده فوق هذا ينطق بعض كلمات الأغنية التي يغنيها بشكل خاطئ. أي والله بشكل خاطئ، ما يكلفش نفسه حتى يبحث ويتأكد من صحة الكلمات التي يؤديها قبل أن يغنيها. على سبيل المثال حسين محب في أدائه لأغنية يا حب يا ضوء القلوب بنسختها الحارثية، اسمعوا هذا الجزء منها. لا عرفنا عطرها محظون في غيمات في غيمات قال ولا عرفنا عطرها محظون في غيمات إب، معتقدا أن شاعر الأغنية عبد الله عبد الوهاب نعمان يقصد مدينة إب، فيما الصحيح أنه يقصد غيمات شهر آب أغسطس. ولو كان حسين محب مع احترامي له قارئ ومتذوق للشعر على الأقل لعرف ذلك من خلال سياق قافية القصيدة نفسها والتي تنتهي أبياتها في هذا الجزء منها بألف مفتوحة متبوعة بالباء السحاب الشعاب ثم آب. فؤاد الكبسي أيضا، مع أني أحترم هذا الفنان وأعتبره من أفضل الفنانين في 30 سنة الأخيرة، حينما غنى أغنية يا قلب مالك للشاعر الراحل علي صبرا ولحن الراحل علي بن علي الأنسي يقول فيها وأنا علي أهيم من فرق ما هو فيه، وعد في فنانين آخرين غنوها من قرب ما هو فيه، فيما الصحيح هو من فرق ما هو فيه. كذلك الفنان الشاب نادر الجرادي رحمة الله درشاه أيضا كان يخطأ في أغنية للقومندان الشهيرة أغنية يا ورد يا كادي، كان بيلغج بعض الكلمات لقج بل ويخطأ بوضوح في نطق أكثر من كلمة، خلونا نشوفه. حلوة مخضب زاد في أذني قرطندهاب. طبعا قال أذنين قرط الذهب بدلا من أذنيك، وأيضا جملة يا مطر رشني ويا محب رشني نطقها بيا مطر رشني ويا محبس شني. البعض قد يقول لك أنها أخطاء بسيطة وسهلة، لا يا سيدي وعيني، ما هيش بسيطة ولا سهلة، الفنان الحقيقي هو الفنان الذي يبالغ كثيرا في التدقيق بأدواته من كلمات ولحن وعزف وأداء ويحترم كثيرا أذن وذكاء المستمع، أما من يتعامل بسطحية وكلفته فسيظل مجرد مؤدي لا أقل ولا أكثر. فنانين السابقين الكبار كانوا متذوقين للكلمة إلى حد كبير، بل إن بعضهم كانوا شعراء أيضا، على سبيل المثال الفنان علي الأنزي والفنان علي السمة لهم أغاني كثيرة كتبوا كلماتها بأنفسهم، والسنيدار أيضا، الفنان المرحوم محمد سعد عبد الله هو الآخر فنان وملحن وشاعر، أبو بكر سالم رحمة الله درشاه كان أديب ومثقف وشاعر وله أغاني كتب كلماتها بنفسه، لما تسمعها تندهش من جمالها وروعتها. نعم، وإلا كيف أصبحوا عمالقة في مجالهم وكتبوا أسماءهم بالذهب؟ طبعا أنا مشتش أصعبها عليك أخي الفنان اليمني، لكن خليني أقول لك أن أم كلثوم لم تكن شاعرة، ما فيش أغنية لها لحنتها بنفسها، لكنها كانت مثقفة تقرأ كل أسبوع كتاب، ولهذا كانت دقيقة في اختيار الكلمات التي تغنيها، حتى أن أغنيتها الرائعة والشهيرة أنت عمري قبل أن تغنيها كانت في الأساس تبدأ بعبارة شوقوني عينيك، فاعترضت على كلمة شوقوني وقالت أن هذه الكلمة ثقيلة على الأذن فاستبدلها الشاعر. القصد أنه مش مهم تكون شاعر، لكن على الأقل اقرأ وكن متذوق للشعر واسمع كثيرا لمختلف الألوان الغنائية، مش بس الألوان اليمنية بل والعربية وحتى الأجنبية. ليش الأجنبية؟ يقول عبد الحليم حافظ أنه لما كان في بداية مشواره الفني طلب من مطرب الأجيال الموسيقار محمد عبد الوهاب أن يعطي له نصيحة، فنصحه أن يستمع كثيرا لكل الألوان الغنائية ومنها الأغاني الأجنبية المختلفة. ليش؟ لأنها بتثقف الفنان سمعيا وتنمي إحساسه وتساهم في إثراء خياله الفني. خلاصة الموضوع، المطرب أو الفنان مش مجرد صوت حلو فقط، بل يجب أن يمتلك إلى جانب الصوت الحلو ثقافة وذكاء تؤهلانه لاختيار أدواته من كلمات ولحن وأداء. أمير الشعراء أحمد شوقي سأل مرة الملحن الكبير رياض الصنباطي عن معنى كؤوس الطلا، فسكت الصنباطي لأنه وقتها ما كانش يعرف معناها، فقال له شوقي جملة ظل الصنباطي يتذكرها طوال حياته: مرة ثانية يا صنباطي أوعى تلحن حاجة أنت مش فاهمها.